في فلسطين وحدها يولد الأطفال كباراً، ويأتي يوم الطفل الفلسطيني هذا العام في الوقت الذي يمضي فيه 350 طفلاً أيامهم خلف قضبان سجون الاحتلال. فلنتابع. يوم الطفل الفلسطيني يأتي هذا العام، وما زال أطفال فلسطين من أكثر الأطفال معاناة على مستوى العالم جراء ممارسات الاحتلال الذي اقترف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وقع ضحيتها الآلاف من الأطفال بين الأسر والاستشهاد والعقاب اليومي. في عام 2017 كان هناك 16 طفل، الآن نتحدث عن أول 3 شهور بالسنة ب 2018 هناك 6 شهداء أطفال، نتحدث عن مئات الأطفال اللي أصيبوا. ننظر إلى الحقوق الأساسية اللي وردت في اتفاقية حقوق الطفل، هي منتهكة بشكل ممنهج من قبل هذا الاحتلال بدون أي مساءلة وبدون أي تحقيق، حتى يعني وفق الاتفاقية جنيف الرابعة من المفترض أن تقوم دولة الاحتلال بالتحقيق بكل الجرائم ترتكب بحق الأطفال وأن توفر لهم الحماية والرعاية. ما يحدث عكس ذلك، سلطات الاحتلال إضافة إلى ارتكابها مثل هذه الجرائم أيضا هي توفر الحماية والحصانة لمنتهكي حقوق الأطفال. هذا الطفل الذي لم يبلغ 15 من العمر اعتقل لشهرين العام الماضي، عانق الحرية ليفقد بعدها جزءا من جمجمته نتيجة رصاصة مطاطية استقرت بالدماغ، ثم ليتم اعتقاله مجددا فور خروجه من المشفى وقبل العملية التجميلية بيوم. محمد التميمي هو حكاية طفل فلسطيني تآمرت عليه منظومة الاحتلال بأكملها. جو اعتقلونا من هنا من دورنا على الساعة 3 الصبح، بعدها وقفونا عند البرج أخذونا كنا 15 10، قعدونا ساعتين لا كنا ولا شربنا مي ولا شيء، ما خلوناش نشرب، والدواء يعني رموه ما خلونيش أشرب منه حبة. صعب كثير كان علي، كان فكي يعني مكسور مش بقدر شيء إيش أعمله، يعني كانوا يعطوني إبر عشان ما ضلش دعين أكل، وما يعطونيش مي لأني بصير أراجع، يعني ما قدرتش. لما طلعت عليه في المراية أبعدت عن المراية. محمد على أثرها تم استئصال جزء من جمجمته لأنه حصل تضخم عنده في الدماغ، احتفظت في ثلاجة خاصة لمدة 3 شهور وتم إعادة زراعها من جديد. في هذه الفترة محمد تعرض لمضايقات من قبل الإسرائيليين، ضباط في الإدارة المدنية الإسرائيلية اتصلوا بالدكتور خلدون عامر اللي هو طبيب الأعصاب جراح الأعصاب وسألوا عن حالة محمد وأبلغوه أنه سيتم اعتقاله، وطبعا الطبيب أبلغهم أنه وضعه الصحي لا يسمح باعتقاله. يضاف إلى جرائم الاحتلال بحق الأطفال أيضا سياسته الممنهجة بالاعتقال والتعذيب والتخويف. من مدينة رام الله المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.